المتسابق الأول ويتفضل ويانا محمد حسين إلى موقعه. المتسابق الثاني غياث الدين، تفضل. يتفضل المتسابق عمر فراس إلى موقعه. ياسر عبد الله، تفضل إلى مكانك. تفضل المتسابقة ريهام محمد حتى تنافس ويانا بهذه المرحلة. والمتسابقة زهراء عبد الحسين، تفضلي. يتفضل المتسابق ليث حسام حتى ينافس ويانا بهذه المرحلة. طبعا من المفروض ان يكون المتسابق اخير، لكن انسحب بسبب فيروس كورونا. اتمنى له الشفاء وخلينا نعدلهم العد التنازلي. قبل ما نعدلهم العد التنازلي يا فهد، نحب نقول لهم اريد روح المغامره والمنافسه اكيد سائده، بس ما اريد مثل ما صار عندنا بعد. قبل ما يبدي التحدي صار عندنا حزن وبشي، تفائلوا بالخير، ونريد نشاط ونريد حماس واكيد تشجيع. وراها بديتوا انتم حضرتوا اماكنكم، ويلا نبدي نعد العد التنازلي. 3 2 1 يلا انطلقوا. نص ساعة وقت الطبق الأول للفريقين المتبارين بهاي الحلقة، شفنا سرعة وخوف وارتباك وصل حد عدم التركيز. الوقت يمر على المتسابقين مثل البرق. النتيجة راح ناخذها من لجنة التحكيم بعد ما راح يتذوقون الأطباق. بدأ التحدي والكل يحضر طبقه. بعد مرور الوقت نزلوا لجنة التحكيم يتفرجون وقيمون الطريقة بالعمل والأتكيت. طبعاً أكو ملاحظات وأكو تقييمات، وهاي يسولفون بيها لجنة التحكيم وقت التذوق. الآن بدأ العد التنازلي وهي آخر مرحلة لهذه المجموعة، ضمنهم 4 اللي راح يتأهل و4 للأسف اللي راح يغادرونه. نبتدي بالعد التنازلي. يلا ابدي اني. يلا. 3 2 1 انطلق. ارفع ايديكم. ارتباك واضح على وجه الشيف غياث، والنتيجة وقع طبقة ويا نهاية الوقت. خلينا نعرف ايش راح يقررون لجنة التحكيم. اجتماع اكيد لجنة التحكيم. لجنة التحكيم شنو رأيكم؟ شنو قراركم؟ قرارنا يستمر غياث. موقف صعب، كل صعب. الطبق اللي راح يقدمه لكم حتى تحكمون عليه يبقى او يطلع سقط بالارض. الا فرصه ثانيه. نعطي فرصه ثانيه. فرصه ثانيه. يبقى ايش قد تطول وقت حتى يقدر غياث يعيد الطبق؟ 10 دقائق. تقدر ترتب امورك. يلا ساعدوا. روح التعاون والحب الموجودة مثل ما تشوفون كأنه مو متسابقين، كأنه أخوة بيناتهم. هذا الحلو. هذا تصفية. هذا الحلو. 10 دقائق انطت لجنة التحكيم الغياث لتحضير طبق جديد، وزملاء قرروا يساعدوه بإحضار اللي يحتاجه من مواد بالطبخة. مثل ما تشوف يا فهد موقف كل صعب، بس الروح الجماعية وحب الطبخ بيناتهم ساعد. هي 10 دقائق طول لجنة التحكيم، وفضل الشباب من ساعده بالضبط أخذ الموضوع بأقل من 10 دقائق وجهز الطلب. الآن راح نبدي بالعد التنازلي من جديد مرة لخ بانتظار جرس الحكام. 3 2 1 يلا ستوب. هسه أرفع ديناتكم كلكم. خلاص انتهى الوقت.